هاي سنابل، أنا كتير مبسوط إنه أرجع ألتقي معكم بحلقة جديدة من المختبر لحتى نتعلم أشياء حلوة ومفيدة. هل شي مرة فكرتوا يا سنابل كيف الصوت بيجي لعنا أو كيف نحن بنسمع الأصوات يلي حوالينا؟ اليوم أنا وإنتو رح نتعلم مبادئ جديدة عن الأصوات الموجودة حوالينا. الصوت هو مجرد ارتجاجات يلي بتنتقل من مكان إلى مكان آخر. كيف نتأكد من هيدا الشيء؟ خلونا نعمل هيدا الاختبار. رح نضوي الآلة الموسيقية هيدا ورح ناخد هيدا البالون. رح نوضع البالون بجنب هيدا الآلة الموسيقية، ولما بوضع إيدي على البالون أنا هلأ عم بشعر بارتجاجات، وكل ما يقوى الصوت كل ما الارتجاجات هيدا تقوى أكتر وأكتر. وإذا أنتم بتحبوا تجربوا هيدا الشيء بالبيت وتتأكدوا من هيدا الشيء، لأنه الصوت يعني الارتجاجات تنتقل من هيدا المكان لحتى توصل إلى الأذن تبعنا. وأنا حضرت لكم صورة عن الأذن. هيدي هي الأذن الخارجية حيث يصل الصوت أو حيث تصل الارتجاجات، ومن ثم بواسطة القناة، قناة الأذن هنا، بيدخل الصوت، بتدخل هيدي الارتجاجات إلى أن تصل إلى البالون داخل الأذن المعروف باسم طبلة الأذن يلي بيشبه هيدا البالون. وطبلة الأذن تلتقي الارتجاجات يلي بدورة وبواسطة أعصاب الأذن بتحولها إلى لغة نحن نستطيع أن نفهمها أحسن وأحسن. إذن الصوت عم ينتقل من محل إلى محل آخر. كيف نتأكد من هيدا الشيء؟ كمان رح نعمل اختبار كتير حلو بخلينا نتأكد من هيدا الشيء. راح نضوي هيدي الشمعة، وبنفس الوقت راح اخد هيدا الأنبوب الكبير وراح اعمل صوت بهيدا الأنبوب. وما انا اعمل هيدا الصوت عم بعمل ارتجاجات يلي عم تنتقل من هيدا المكان لتخرج من هيدا المكان. وشوفوا هيدي الارتجاجات شو راح تكون نتيجتها على الشمعة. إذن الصوت هو ارتجاجات، منأكد هيدا الشيء باختبارنا هيدا. وكل ما يقوى الصوت كل ما هيدا الارتجاجات تقوى أكتر وأكتر، وهيدا الارتجاجات تشبه أمواج البحر. كل ما يقوى الهواء في البحر تقوى الأمواج، ونحن كل ما يعلى صوتنا كل ما الأمواج تعلى أكثر وأكثر، وكل ما يوطى صوتنا أكثر وأكثر هيدا الأمواج عم توطى أكثر وأكثر. لما نعلي صوتنا تعلى الأمواج بترجع أكثر وأكثر. فإذا نحن تأكدنا أكثر وأكثر أنه هيدي الارتجاجات هي على شكل أمواج، ولكن هيدي الأمواج أيضا بحاجة لطاقة، وهيدي الطاقة أو بتكون مجموعة مع بعضها أو بتكون متفرقة على الشكل التالي. مثلا إذا وضعنا الموسيقى وحاولنا أنه نتسمع عليها من خلال هيدي السماعة عن بعيد، طبعا لا نستطيع أن نسمع أي شيء. ليش؟ لأنه طاقة هالموسيقى عم بتضيع في الجو. ولكن إذا جبنا هيدا الأنبوب ووضعناه هنا وجربنا أنه نسمع، نحن بنقدر أنه نسمع كتير منيح. وهلأ بس علي الصوت أنا عم بسمع أكتر وأكتر. بدي إياكم أنتو كمان تسمعوا بهالطريقة. نحن اللي عملناه أنه حددنا طاقة الصوت في مكان معين، وما عادت طاقة هيدا الصوت ضائعة في الفضاء بلا جدوى. إذن يا سنابل الصوت شغلة كتير 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 حلوة، ورح نعمل كمان اختبار لحتى نتعلم عن الصوت العالي والصوت الواطي. مشان هيك أنا حضرت هيدي الأنابيب وضعت فيها كميات مختلفة من المي، وشوفوا لما صوفر بالأنابيب، لما انفخ داخل الأنابيب الأصوات يلي رح نحصل عليها. يا سنابل أصوات مختلفة من نفس الأنابيب، والسبب هو أنه كل أنبوب فيه كمية مختلفة من المي. الأنبوب يلي فيه كمية أكثر من المي الصوت فيه بحاجة لطاقة أقل، فإذا بيعطي صوت عالي. والصوت يلي فيه كمية أقل من الماء الهواء فيه بحاجة لطاقة أقوى، فمشان هيك بيعطينا الطبقة أوطى من الصوت يلي منسميها الطبقة الواطية.
كتير حلو يا سنابل إنه نتعلم على الصوت، كتير حلو إنه نعرف كيف نسمع، ولكن يا سنابل هل أنتوا عم تعرفوا كيف تسمعوا صوت الله؟ تعرفوا شو بيقلنا الكتاب المقدس؟ بيقلنا الرب يسوع المسيح: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. هل أنتوا عم تسمعوا صوت الله؟ هل أنتوا فتحتوا باب قلبكم للرب يسوع المسيح؟ يلا يا سنابل افتحوا قلبكم للرب يسوع وقولوا له نحن سمعنا صوتك يا رب وتعفوت على قلبنا. أنا بلاقيكم بالحلقة المقبلة. إلى اللقاء.